بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نبدأ يعني هذه الدورة نتكلم عن الحج. طيب، شروط الدورة، احنا لا نريد أحد يعني يشاغب، نأخذ ربع ساعة فقط درس، ثم 5 دقائق لكم تصنعوا فيها ما شئت، ثم بعد هذا نبدأ الدرس وعلى هذا نمشي. طيب، فطالب العلم يتحلى بأداء طلب العلم، لا يوجد في طلب العلم صغير أو كبير، ما يوجد. ما الذي يرفع الإنسان؟ يرفع علمه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم قد درجات، فالإنسان ارتفع بعلمه. فقد يكون هناك من الصغار من هو أفضل من الكبار، بماذا؟ بإيش؟ بالعلم. تمام. وكل إنسان يرفع بما يتقن. تتقن ماذا؟ تتقن النجارة فأنت نجار، تتقن الحداد حداد، تتقن العلم فأنت عالم، لا أحد ينظر إليك أنك صغير أو كبير. مفهوم؟ طيب، سنتكلم بإذن الله عن كتاب الحج. لماذا؟ من يعرف لماذا ندرس الحج؟ لأننا في موسم الحج، ركن من أركان الإسلام. نعم، يقول كيف أحج وأنا لا أعرف الحج؟ نعم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم الحج. نعم، تمام. طيب، ما حكم الحج؟ من يعرف حكم الحج؟ ها، واجب، واجب على المستطيع، ركن من أركان الإسلام 5. ما الدليل على وجوب الحج؟ ما الدليل أو الأدلة على وجوب الحج؟ أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5، وذكر منها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. طيب، من يعرف تعريف الحج؟ تعريف الحج، واحد قال لك ما هو الحج يا أخوان؟ من يعرف ما هو تعريف الحج؟ ها، لا، نريد تعريف شرعي للحج. ها، ممكن هذا يعني شيء قريب. غيره، لا أحد يعرف تعريف الحج يا أخواننا؟ تعريف الحج في الشرع، ها بطل. ليس صوت واطي. طيب، لا، ها يا اخواننا، من يعرف غير الصغار اخواننا تعريف الحج؟ ما هو الحج في الشرع؟ واحد يسالك يقول لك حججت؟ تقول نعم. يقول ايش الحج؟ تقول ما ادري. اذا ما حججت، اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العيد. فمن يعرف؟ نعم، يقول لغه القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام والمشاعر، نعم، لأداء المناسك على وجه مخصوص في زمن مخصوص، صح؟ نعم، على صفة مخصوصة. تمام. إذن هذا الحج، ما هو الحج؟ يقول الحج التعبد لله. إذن هذا أول شرط من شروط الحج، ما هو؟ إيش معنى التعبد لله؟ لا لا، ما حد يتكلم إلا برفع الأصبع. إيش معنى التعبد لله؟ الإخلاص، يعني الإخلاص. يعني ممكن يحج حتى يقال عنه الحاج فلان، فهذا والله ما يقبل منه الحج. إذن لابد من إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. تمام. التعبد لله بقصد
بيت الحرام والمشاعر في زمن مخصوص في وقت مخصوص على صفة مخصوصة. طيب، إذن لابد عندنا في الحج أولا من إخلاص، وثانيا من متابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. الإخلاص دراسة التوحيد، ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم دراسة هذا الكتاب الذي ندرسه الآن إن شاء الله تعالى. تمام. طيب، ما هي أركان الحج؟ إيش معنى الأركان؟ الآن عندنا هذا المسجد قائم على كم ركن؟ 4 أركان، صح؟ لو أسقطنا هذا الركن إيش يحدث؟ ينهار المسجد. تمام. الحج له 4 أركان مثل هذا المسجد. ما هي أركان الحج؟ أركان الحج 4. لا اصبر علي. ها، من يعرف أركان الحج؟ اللي يعرف حج يكون باطل، الذي لا يعرف أركان الحج. يلا شر. لا، ها أخوان، نعم، إخلاص، نية فقط. أركان الحج أخوانا، ها يا أخي، أين أقول أنت؟ نعم، لا، من يعرف أركان الحج؟ ها الشيخ. الأول الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث طواف الإفاضة، والرابع سعي الحج. هذه 4 أركان. إذا اختر ركن هذا ليس بحج، مفهوم؟ يعني لو جاءنا أي إنسان وقال لم أقف بعرفة يقول حجك باطل، لم أطف طواف الإفاضة يقول حج باطل، لم أسعى سعي الحج الحج باطل، لم أنوي الدخول في النسك الحج قال أنا جاهل باطل، ناسي باطل، متعمد باطل، مفهوم؟ لماذا جيت هنا أنت؟ طيب حاضر، يعني مو مشكلة. إذن الحج له 4 أركان، ما يمكن تجبر هذه لا بدم ولا بشيء، إذا لم يأتي بها حج باطل. من يعيد لي أركان 4؟ ها، بسم الله. الإحرام، ليس الإحرام هو لبس الإزار والرداء، لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك، والنية محل القلب والتلفظ بها بدعة. تمام، هذا أولا. الثاني، إيش ما ينفع بالتقصيد تعطيني الأركان؟ اصبر، هاي الشيء. الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، سعي الحج، هذه 4 أركان. طيب، نرتقي قليلا. واجبات الحج، ما هي واجبات الحج؟ اسمعوا، أي عبادة تريد تضبطها لابد تعرف شروط العبادة وأركان العبادة، واجبات العبادة، مستحبات العبادة، مبطلات العبادة، هذا أهم شيء. فالحج عندنا الآن لابد نعرف على من يجب الحج. 1، هذا أول درس، ما هو الحج؟ هذا نعرف إن شاء الله. شروط الحج، أركان الحج، واجبات الحج، المفسدات، مستحبات. إذا ضبطنا هذه الأمور 5 انتهى الحج. يأتي يسأل وقال والله تركت الوقوف بعرفة، نقول جزاك الله خير حجك باطل، مفهوم؟ لماذا؟ لأنه ترك ركن من أركان الحج. قالوا جاء وقال تركت المبيت بمنى، نقول طيب ما حكم المبيت بمنى؟ حكم المبيت بمنى أي ليلة؟ قال ليالي أيام التشريق، نقول إذن تركت واجب من واجبات الحج، الحج صحيح لكن يلزمه ماذا؟ يأتي معنا إن شاء الله، مفهوم؟ وبهذا نستطيع نحكم على الحج هو صحيح أو باطل أو كذا. نعم.
المغرب الساعة كم؟ 25. الله يسر. طيب، إذن مهم جدا نعرف الشروط والأركان والواجبات والمستحبات ومفسدات الحج أو محظورات الإحرام في أشياء تمنع المحرم. طيب، عرفنا هذه الأشياء، عرفنا الحج بإذن الله تعالى. سنذكر إن شاء الله المواقيت وأنواع النسك، طيب، وصفة الحج وصفة العمرة، هذه الأشياء كلها ستذكر بإذن الله تعالى. هيا عجل علينا يا رجل، نريد نبدأ بعد المغرب. خلاص، طيب. طيب، ما هي أنواع النسك؟ أنواع النسك، الحج له أنواع ثلاثة، من يعرفها؟ أنواع الحج يا بطل، اترك الماء. من يعرف أنواع الحج؟ أنواع النسك، تمتع، قران. الله يبارك فيك، ممتاز، هذه الإجابة مرتبة، يقول تمتع وقران وإفراد، هذه أنواع إيش؟ النسك، أنواع الحج. إذن الحج على ثلاثة أنواع، فأي إنسان يريد الحج تقول أي حج تأتي به، هل أنت متمتع أو قارن أو مفرد، هذا أنواع النسك. تمام. أيضا عندنا مواقيت، ما هي المواقيت؟ أقسام المواقيت. نعم، الله يفتح عليك. يقول عندنا مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. ما معنى المواقيت؟ الله سبحانه وتعالى وقت، جعل للحج وقت، ما تستطيع أن تأتي به قبل هذا الوقت أو تؤخر. لو مثلا اتفق أهل البحرين وقال إن شاء الله نطلب من المملكة العربية السعودية أن تسمح لنا بالحج في شهر محرم، يصير في محرم يا رجل؟ كيف؟ لا، الله الذي وقت، مو أهل البحرين يوقته، صح؟ تمام. إذن هذا ميقات إيش؟ مواقيت عندنا زمانية. المواقيت الزمانية وقت الحج ثلاثة أشهر، شهر شعبان، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. تمام، ثلاثة أشهر. أما المواقيت المكانية يعني هذه الأماكن لا يستطيع أن يمر أحد وهو ناوي الحج والعمرة إلا ويحرم من هذه المواقيت، تسمى مواقيت مكانية. تمام. طيب، واجبات الحج، من يعرف؟ ها، ما حد حج فيكم يا أخوان؟ واجبات الحج الأول، من يعرف؟ ها أخوان اللي انت تكتبوا، أنتم واحد يقول لي الواجبات يا لا ها، أي واجب من الواجبات؟ ما حجيت؟ الله يبلغنا وإياكم. الأول يقول الإحرام من الميقات، أي ميقات؟ مكاني، هذا الواجب الأول، أن يحرم من الميقات. تمام. بعدين لازم ترتيب، لأنه العلم إذا دخل مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب. ولهذا الأخ عندما قال التمتع والقران والإفراد، هذا من أحسن ما يكون هذا الترتيب. فيقول الأول الإحرام من الميقات، هذا الواجب الأول. الثاني من أشغل ها؟ لا، النية ركن من أركان الحج. الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة. اصبر معي يا رجل، ايش تستعجل انت؟ رمي الجمرات، الحلق او التقصير، والمبيت بمنى. متى؟ ليالي ايام التشريق. تمام.
صارت كم الواجبات؟ 6. تمام، من يعيد علي؟ إنا لله، يعيدها كاملة 6. ها الشيخ، الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة لما غيب الشمس، ما بيت مزدلفة، رمي الجمرات، حلقة والتقصير، المبيت بمنى، ليالي أيام التشريق. تمام، عندنا طواف الوداع هذا واجب لكن ليس من واجبات الحج، مفهوم؟ نحسب واجب لكن ليس من واجبات الحج، لأنه ممكن يطوف للوداع في شهر محرم، صح؟ يبقى في مكة ويطوف ويحج، صحيح. طب تمام، إيش بقي معنا؟ قلنا شروط الحج وأركان الحج وواجبات الحج ومستحبات الحج ومحظورات الإحرام. شروط الحج، على من يجب الحج؟ بسم الله، مسلم، عاقل، بالغ، حر، مستطيع. هذه 5 شروط. كم شروط الحج؟ 5. إذا انطبقت عليك هذه الشروط الخمسة إذا يجب عليك الحج. تزيد المرأة شرط سادس، وهو وجود محرم إن احتاجت إلى سفر. يلا، من يعيد لي الشروط؟ شروط وجوب الحج. بسم الله ما شاء الله، نعم، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة وتزيد المرأة شرط سادس وجود محرم إن احتاجت إلى سفر. طيب يلا، من يعيد؟ ماذا أخذنا؟ ها أخوانا، بسم الله، أخذنا شروط الحج، ما هي؟ إسلام والعقل والبلوغ والحرية الاستطاعة وتزيد المرأة وجود محرم إن احتاجت إلى السفر. تمام، أركان الحج، ها لا تكلم يا ولد، انتبه، أركان الحج 4. نعم، نية الدخول في النسك، الإحرام وهو نية الدخول في النسك، وقوف بعرفة، طواف الإفاضة، سعي الحج. تمام، عندنا أسماء في الحج، في أسماء لابد تضبطها، أسماء أماكن وأسماء يعني أشياء. أيام الحج لها أسماء، من يعرف أسماء أيام الحج؟ اليوم الثامن يسمى بماذا؟ يوم التروية. إذن عندنا الثامن من شهر ذو الحجة يسمى يوم إيش؟ يوم التروية. ما معنى يوم التروية؟ لأنه كانوا في القديم ميناء ليس فيها ماء، فيحمل الماء من مكة إلى ميناء، ويسمى هذا اليوم يوم التروية. إذن أي إنسان يسألك ما هو يوم التروية تقول هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، صح؟ خطأ، الثامن. تمام، اليوم التاسع يسمى بماذا؟ من يعرف؟ سبحان الله، نعم، يوم الوقوف بعرفة، صحيح، بل هذا الركن ركن الحج من أهم الأركان. تمام، يوم العاشر إيش يسمى؟ يوم التشريق، خطأ، سبحان الله، يوم عاشر من ذو الحجة، يوم النحر، يوم العيد، صح؟ هاي نعم، متى تذبح الأضاحي في البحرين؟ عيد الأضحى يوم كم؟ يوم العاشر، إذن هو يوم العيد، صح؟ هاي نعم، ويوم النحر، تمام، يوم 11
يسمى بماذا؟ يسمى يوم القر، لأن الناس في هذا اليوم يستقر بمنى. تمام، هذا يوم الحادي عشر. يوم الثاني عشر يوم النفر الأول، فمن تعجل في يومين، يوم الثالث عشر هو النفر الثاني. تمام. الأماكن، عندنا أماكن يقصد الحاج، ما هي؟ مكة، هذه معروفة، بيت الله الحرام لأنه بها الطواف والسعي، طبعا الصلاة أمر معروف في مكة، الطواف والسعي. عرفة، تسمى المشعر الحلال. عرفة تسمى مشعر لأن مشعر يعني مكان للشعائر، مكان للعبادة، لكن هذا مكان تابع للحرم أو خارج عن الحرم؟ خارج عن الحرم. إذن عرفة خارج عن الحرم تسمى مشعر حلال، يجوز الصيد في عرفة لغير الحاج طبعا. تمام. ومزدلفة تسمى مشعر حرام، مشعر إيش؟ حرام. تمام. ومنى تسمى منى. لماذا؟ لماذا سميت منى بهذا الاسم؟ من يعرف؟ لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ مناة سميت بهذا الاسم لكثرة ما يمنى ويراق عندها من الدماء، نسأل الله عليه وسلم. الشرك أكبر، مفهوم؟ وين نذبح الأضاحي؟ في منى، مفهوم؟ أي نعم. تمام. الليالي كذلك لها أسماء. ليلة العيد تسمى بماذا؟ من يعرف؟ ليلة النحر، ما ننحر إلا بعد الفجر يا رجل. ها، ليلة العيد إيش تسمى؟ ليلة اجتماع الناس بمزدلفة تسمى بماذا؟ ليلة جمع، تسمى ليلة جمع. لماذا؟ لأن الحجاج يجتمعوا بمزدلفة. كانوا في القديم أهل مكة لا يخرجوا إلى عرفة، ويجتمعوا متى؟ في ليلة العيد، ولهذا سميت ليلة جمع لأنهم اجتمعوا، مفهوم؟ ما تعرف شيء عن الحج، لهذا كان الدورة في الحج هذا أفضل ترى. طيب، عندنا مواضع الدعاء في الحج، هناك مواضع مهمة في الحج يدعو فيها الحاج، من يعرف؟ خمسة مواضع، خمسة مواضع في الحج يدعو فيها الحاج، مواضع دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الدعاء في الطواف وفي السعي، تمام، والدعاء في يوم عرفة وخاصة بعد العصر، والدعاء عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر في يوم العيد. تمام. ايش بقي؟ وين بقي دعاء؟ الدعاء عند رمي الجمرات بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد الوسطى فقط أيام التشريق. صار كم المواضع الآن؟ في الطواف وفي السعي وفي عرفة وفي مزدلفة عند المشعر الحرام في يوم العيد وبعد رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الصغرى والوسطى فقط، صح؟ هذه مواضع دعاء خمسة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.